حفل تخرج الكليات العسكرية تزامناً مع الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة. شعب مصر العظيم، وجه حديثي إليكم وإلى كل شعوب الأرض بكلمات واضحة وعبارات لا تحتمل تأويلاً. إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري، ما جعل مصر دائماً وأبداً في صدارة الدفاع عن الأمة العربية.